وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تهريب المؤثرات العقلية من خارج التراب الوطني نحو الداخل على متن سفينة، وهذا على مستوى ميناء الغزوات، أين تم اكتشاف بواسطة جهاز سكانر مشترك شرطة والجمارك كمية من أقراص مهلوسة تقدر ب10,074 قرص مهلوس من مختلف الأنواع مهربة على متن مركبتين نفعيتين على مستوى سفينة المسافرين بميناء الغزوات، حيث تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة إلى 40 سنة.